شكرا لماجد الأسدي على هذه الجولة، وإن شاء الله دائما نشارككم في الأفراح والمسرات، وإن شاء الله سوف نقرأ التعليقات التي وردت على صفحة الإنستغرام الخاصة بمجموعة قنوات كربلاء الفضائية. من الدكتور عبد الكريم الخفاجي، كل عام والأمة الإسلامية بخير، وأتقدم إلى الساحة المقدسة وإلى صاحب العصر والزمان ولي أمر المسلمين والمؤمنين الإمام المهدي عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف بأصدق التهاني وأحرها بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام التاسع محمد الجواد عليه السلام. نور عيني يا حسين، صباحكم خير وعافية. شكرا لقناة كربلاء على هذا البرنامج الرائع والراقي، ومتباركين بولادة الإمام الجواد عليه السلام. شكرا جزيلا لكم، وهذا الشيء أكيد راح يسعدنا بهذه الكلمات المعبرة إن شاء الله. طبعا هناك تعليق يا أسراء من بنين تقول: نبارك للأمة الإسلامية جميعا وإلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بولادة الإمام الجواد عليه السلام، متباركين يا بنين. وهناك تعليق آخر من شروق تقول: الحمد لله والشكر دائما وأبدا على الضراء قبل السراء، ونبارك لكم وللعالم الإسلامي ولادة مولانا الإمام الجواد عليه السلام. نعم. علي العراقي يقول: نشكر النعمة على ولاية محمد وآل محمد عليهم السلام، ونبارك لولادة الإمام، نعم، أو نبارك للأمة الإسلامية ولادة الإمام الجواد عليه السلام، وأتمنى من الله أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بولايتهم. آمين رب العالمين. آمين يا رب العالمين. من بتول: نبارك للأمة الإسلامية جميعا وإلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بولادة الإمام الجواد عليه السلام. من حسين الكربلائي: نهنئ صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ومراجعنا الكرام وجميع المؤمنين بذكرى ولادة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا تعليق آخر من عشقي حسيني: الحمد لله والشكر دائما وأبدا على الضراء قبل السراء، ونبارك لكم وللعالم الإسلامي ولادة جواد الأئمة عليه السلام. شكرا جزيلا. نعم. نعم، طبعا هناك كثير من التعليقات إسراء، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تعاد هذه المناسبات دائما وأبدا على تمام الحب والولاء لمحمد وآل محمد السلام أجمعين. لكن مثل ما ذكرت لننوه للمرة الأخيرة، هذه دعوة لأنفسنا ولجميع الموالين لأهل البيت عليهم السلام، ومع إشراقة هذه الشمس باسم المولى الإمام الجواد عليه السلام، أنه بالفعل إسراء نستثمر، يعني حتى ربة البيت تقدر أنه تحيي هذه الأجواء الطيبة داخل أسرته. أكيد. حتى الموظف خلال يعني عمله موجود هو بمؤسسته ودائرته يقدر يوزع فد حلاويات معينة أو فد أمور تدل على الفرحة، فأكيد يؤجر، استنادا إلى حديث المعصوم عليه السلام: شيعتنا الذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. أحسنتي. أحسن الله. إذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجولة بين فقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء، وصلنا وإياكم إلى ختام الحلقة. مثل ما نوهت اليوم العزيزة نهاوند، خلي يكون احتفالاتنا حتى في داخل بيوتاتنا بشيء بسيط، بذكر أحاديث من الإمام الجواد عليه السلام، تعريف شخصية الإمام الجواد لأولادنا وأيضا لبناتنا، حتى يكون لديهم فد اقتباس من هذه الشخصية العظيمة والشخصية المباركة. إذن راح نترك لكم إن شاء الله الاحتفالات، وراح نترك لكم إحياء هذه الذكرى العطرة بمناسبة ولادة الجواد. أما نحن فنختم حلقة هذا اليوم بحديث من أحاديث الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه قال: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. أبعدنا الله وإياكم من الخيانة.